السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم رشيد بايكر. اليوم غادي نشوفوا لا سيماتي مونستر ايفو 2. هذا الموتور اللي خرجته شركه سيماتي سنه 2023 واللي تقدر تسوقو بلا بيرمي. بيان سور الموتور راه 4 طون وبلاكه صغيره وفيه مونو سيلندر ديال 49 سي سي، في واحد لو بوا خفيف بزاف، والكيدون اللي عريض طالع للفوق من الالومنيوم اللي يخليك انك تتحكم فيه مزيان. من الحوايج اللي عجبوني في الموتور انه كيبان واعر وسط المدينه، الشكل ديالو تيبان من الفئه ديال الروتستر. عنده واحد العلو ديال 785 ملم وفي العرض 800 ملم، ما كتحسش بلي عالي بزاف على الارض. بالنسبه للدراري اللي عندهم متر 50 متر 60 اولا متر 70 اولا حتى متر 75، لا بوزيسيون ديال الركبه راها امبيكابل، يعني تسوق الموتور وانت مرتاح. لاصير فيه مريحة بزاف، مقسمة على جوج بلايص اللي سايق واللي راكب اللور. تقدر ترجعو مونوبلاس، يكفي انك تركب ليه واحد الكوفر فيرتور بساروت ديال سيبو ويعطيك جمالية للموتور. لي بنو اللي فيه هما دي بنو كورديال ديال طريق غلاط وكبار، القدام العبار ديالهم 110 70 17 واللور فيهم 130 70 17. بطبيعه الحال كلهم دي بنو تيوبليس ماشي شومبرال، اما الجوانت راهم بدلين على لي موديل اللي قبل، زادوا في السمك زائد الغلط ديالهم. اما بخصوص السيليكتور ديال الفيتاس فراه فيه 4 ديال لي رابور، بروميير لتحت وكلشي الفوق، بوت فيتاس جلوبال كي بحال كاع الموتور الكبار. اما بالنسبه للسسبنسيون اغيير كاين عندنا واحد المونو امونتيسور، وبخصوص الكارد بو ديال القدام قصير وصحيح، بلاستيك ديالو غليظ بزاف مصنوع من اي بي اس نورمال، وبالنسبه لي غوبوس بي من الالومنيوم ديال القدام فيهم كاواتشو ومخدومين بزاف بحال الموتور الكبار باش ينقصوا لا فيبراسيون. اما بالنسبه للشاسي فراه مجموع مزيان، وكاينين لي توب في الجناب عاطين منظر زوين اي رونفورسمون، وزايدين جعابي تحت الماكينه باش الموتور يتحمل لو بوا ديال لي دو بيرسون، وحتى لا بريباريتي الموتور ما تخاف عليه والو في الطريق. بالنسبه للكليراج فيها فولد، ما كاينش شي بوله عاديه، البارابور اللي القدام من اجمل البارابورات اللي كاينين في الاسواق المغربيه صراحه، مخدوم ومتقون مزيان، فيه حجبان الفوق بحال حرف ام، والقدام جوج بولات اللي هما العينين، والبوله الوسطانيه اللي هي الفم، داكشي علاش سميتو ذا مونستر. بالنسبه للفريناج فيها سيستيم سي بي اس اللي كيعطينا واحد الفريناج كوبلي، يعني فاش كتفراني الرويضه ديال اللور كتفراني حتى الرويضه ديال القدام بنسبه 25%. في القدام فيه ديسك واحد فيه 290 ملم ديامتر، وفيه في اللور ديسك ديال 220 ملم ديامتر، ما كاينش شي فرق كبير بيناتهم من ناحيه الفريناج، فريناج ايفيكاس تيفراني في البلاصه. الريزيرفوار فيه واحد الميزه واعره انه مغطي كله بالبلاستيك، وهكا تشكل واحد لافونتاج في حاله تحطيب الموتور، لا قدر الله البلاستيك بوحدو اللي كيتهرس وكيتحمى الريزيرفوار من الداخل. الموتور كيكونسومي تقريبا 2.1% فيها 14 لتر اللي تقدر تضرب بها 500 كيلومتر. بالنسبه للطابلو تيجينا على شكل مربع، تي افيشي لينا لي سينيال ا غوش اي ا دروا، ابيل فار، لا تمبيراتور، الساعه، الار بي ام ديال ليتور بار مينوت، وهنايا كاينين لي غير الكيلومتراج اللي ضرب الموتور الى جوج ديال ليسونس، واخيرا الكيلومتراج ديال تريب. هذا الموديل خارجين فيه 4 ديال الالوان، اللون الاول اللي هو كريناردو والجوانت في اللون الكحل اللي حنايا دابا كنتستيوه،
وكاين اللون نوار مات وغري مات، وكاين كذلك اللون الاحمر في الجوانت ديالو باللون الكحل. هادو هما الالوان اللي كاينين دابا ديسپونيبل في سيماتي مونستر. بينكم الحاجه الزوينه فهاد الشركه ديال سيماتي هي ملي كتقدا الموتور كيعطيوك لا غارونتي ديال عام. اون بلوس دو سا كاين عندهم سيرفيس ابري فون بروفيسيونيل بزاف، عندهم بلوس اكسسوار اي بلو بيس دو روشونج. وبالنسبه للثمن الدراري غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، صراحه ثمن مناسب بزاف وسهل. المهم نخليكم على فيديو باش نكتشفوا اكثر هذا الموتور. اللهم بارك. واو 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 شتا دراري الاكسليراسيون اللي فيها صراحه مهيبه 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 ديال بصح. كما كتشوفوا هنايا لو روتروفيزور دايرين هذا الستيل هذا بحال الشكل ديال سانيا، صراحه تيبينوا مزيان ومفيكسيين وستابل ما فيهمش تزنزين ولا شي حاجه. والكيدوناج لي زوبسيون اللي فيه، اولا بعدا هاد الكيدون، هاد الكيدون هذا راه من الومنيوم مدلع على الموديلات القدام اللي تيخرجوا بكيدون حديد. هذا راه الومنيوم، الصراحه الومنيوم راه زوين ما كيتسداش بروميرمون، و دوزيام شوز انه صحيح اللي فورسي على الكيدون ديال الحديد. الكيدون الحديد لا قدر الله دخلتي في شي حاجه ولا درتي شي اكسيدون ربي سلام، راه الكيدون ديال الحديد راه دغيا كتعوج. هذا لي بلو سوليد، وهو براكه صغيره بيان سور تيخرج غير سايكونت. تقدر تبريباري انك تقدر دير ليه ماكينه اولا بريباري السونديس اولا اللي عجبك، داكشي تيبقى اختيار ديال اي واحد. مرحبا بكم في تارودانت. الصراحه اللوك ديال هاد لاموتو اللهم بارك تيخليك تتسوق وانت تايق في راسك وتتسوق وانت مرتاح صراحة. للدراري راه موتور فيه الهيبة، فيه واحد لابوزيسيون اللي ثابتة في الارض، موتور تتحس باللي راك بحال راك موتور كبير. راه الدراري دابا اللي ما تيفهموش في الماتر اولا البنات سيختو تيسحب لهم هذا واش موتور كبير واش فيه شي سيلندر كبير. المهم الدراري وصلنا للفان ديال الفيديو. الا بغيتو تزيدوا تعرفوا اكثر على الموتور اولا تسولوا على الكريدي اولا لي بياس دو شونج غتلقاو الكونتاكت في الديسكريبسيون، وما تنساوش تقولوا لي شنو بغيتو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ومن هنا لشي فيديو اخر تنقول لكم تهلاو.